متابعي قناة استمع لي الأعزاء، سلام الله عليكم. قبل بداية الفيديو ندعوك للاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. كان فيما مضى شحاد لا يملك شيء، وكان يتجول في يومه يشحد ما يأكل ويجمع كل ما يأكله في كيس ويضعه في كوخه، وعندما يتفحص الكيس لا يجد فيه شيء، وكان دائما يتعجب من الذي يأخذ طعامه. وفي اليوم التالي وضع كيسه وأخذ يراقبه، وما هي إلا لحظات حتى جاء فأر وأخذ يمزق الكيس ويأكل ما في داخله، فأمسكه الشحاد وقال له: ما وجدت إلا طعامي لتأكله؟ لماذا لا تذهب لتأكل من طعام الأغنياء؟ فقال له الفأر: إنه قدرك. فتعجب الشحاد من هذا الفأر الذي يتكلم، ورمى الفأر بعيدا من يده وقال له: وما أدراك أنت بقدري؟ قال له الفأر: إذا أردت أن تغير قدرك فاذهب إلى الراهب الفلاني، ودله على طريقه. فذهب الشحاد في طريقه إلى الراهب حتى تعب وأدركه الليل، فوجد منزلا فطرق بابه لعل وعسى أن يجد فيه من يؤويه حتى الصباح. فتح له صاحب المنزل وقال له: ماذا تريد؟ قال الشحاد: أنا ذاهب إلى الراهب الفلاني وأدركني الليل، وأريد مأوى حتى يصبح الصباح إذا كان في المستطاع. قال صاحب البيت: مرحبا بك، تفضل. فأكرمه الرجل في تلك الليلة، وفي الصباح أعطاه ما يأكله في طريقه وقال له: أرجو منك أن تسأل لي الراهب سؤالا يخص ابنتي، فهي في العشرين من عمرها وهي لا تتكلم. فقال الشحاد: أعدك أني سأسأله. وذهب الشحاد في طريقه حتى وجد جبالا كبيرة لا يستطيع عبورها، فجلس يفكر كيف يجتاز هذه الجبال، حتى جاء عنده ساحر يركب فوق عصاه السحرية وقال له: أين أنت ذاهب؟ قال: أنا ذاهب إلى الراهب الفلاني، فوجدت هذه الجبال وأفكر كيف أجتازها. فقال له الساحر: اركب ورائي فوق هذه العصا. فركب الشحاد وراء الساحر واجتاز به هذه الجبال، وعندما أنزله قال له: أريد منك أن تسأل لي الراهب سؤالا، فإنه كان يفترض بي أن أصعد إلى السماء في هذه الأيام، فقد أتممت 1000 عام وأنا أنتظر، فاسأله لماذا لازلت لم أصعد. فقال له الشحاد: أعدك أن أسأله. وذهب في طريقه حتى وصل عند نهر كبير لا يستطيع عبوره، فخرجت عنده سلحفاة كبيرة وقالت له: أين تذهب يا هذا؟ قال: أنا ذاهب إلى الراهب الفلاني، ولكني لا أستطيع أن أعبر هذا النهر. فقالت له: اصعد فوق ظهري فسأوصلك إلى الضفة الأخرى. فركب الشحاد فوق السلحفاة واجتازت به النهر، وقالت له: أرجو منك أن تسأل لي الراهب سؤالا، فقد كان من المفترض أن أصبح تنينا، فقد انتظرت 500 عام ولا زلت لم أصبح تنينا. فقال الشحاد: أعدك أني سأسأله. وذهب حتى وصل عند الراهب وجلس بجانبه وقال له: أيها الراهب، جئت أريد أن أسألك بضعة أسئلة. فقال له الراهب: سل ما شئت، ولكني سأجيبك على 3 أسئلة فقط. هنا بدأ الشحاد يفكر في الطفلة التي بلغت 20 من عمرها ولا زالت لا تستطيع الكلام، وفي الساحر الذي ينتظر 1000 عام لكي يصعد إلى السماء، وفي السلحفاة التي تنتظر 500 عام لكي تصبح تنينا. فقال في نفسه: أما أنا فسأعيش حياتي كالمعتاد، أشحد قوتي وأتقاسمه مع الفأر. فسأله عن 3، فقال الراهب: أما الطفلة فستتكلم بعدما ترى توأم روحها، وأما الساحر فسيصعد إلى السماء إذا ترك عصاه، وأما السلحفاة فستصبح تنينا إذا تخلصت من قوقعتها. وتبسم الراهب.
فتعجب الشحاد لتبسم الراهب ورجع في طريقه حتى وصل عند السلحفاة وقال لها: إذا أردت أن تصبحي تنينا فيجب عليك أن تتخلصي من قوقعتك. وعندما تخلصت من القوقعة أصبحت تنينا. ودهش الشحاد لما رأى. ودهش الشحاد عندما وجد القوقعة مليئة بالذهب والياقوت، وقال له التنين: خذ هذه المجوهرات فهي رزقك. فأخذ المجوهرات وركب مع التنين حتى وصل عند الساحر، فقال له: تخلص من هذه العصا إذا أردت أن تصعد إلى السماء. فأعطاه الساحر العصا وقال له: إنها من نصيبك، فأنت خلصتني من انتظار 1000 عام. وصعد الساحر إلى السماء، فرح الشحاد فرحا شديدا وركب على العصا السحرية وذهب إلى الرجل الذي استضافه وطرق عليه الباب حتى خرج عنده، فقال له: ابنتك ستتكلم عندما ترى توأم روحها. فإذا بالبنت تخرج من المنزل وتتكلم لأول مرة مع الشحاد الذي أصبح يملك مجوهرات وعصا سحرية وزوجة جميلة تبلغ من العمر 20 عاما، بسبب فأر كان يتقاسم معه أطراف الخبز اليابسة التي كان يشحدها بالنهار. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد لدينا، وشكرا للمتابعة.